نعم زميلي مطر، بالفعل كما قلت الأمور تسير على ما يرام، الكل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ. الإدارة العامة للإطفاء تواصل تلقيها للبلاغات. الجديد هو أن نعرف اليوم كم وصلت عدد البلاغات حتى هذه اللحظة، لذلك يسعدنا أن نرحب معنا على الهواء مباشرة بالنقيب رضا محمد السلمان المسؤول عن شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء. حدثنا عن الجديد في عدد البلاغات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساء الخير على جميع السادة المشاهدين، وحياكم الله في إدارة العمليات المركزية التابعة لإدارة العامة للإطفاء. حتى هذه اللحظة احنا تلقينا الآن 50 بلاغ. معظم هذه البلاغات يعني فيها كان هناك عندنا حرائق بسبب التماس الكهربائي، وايضا هناك حادث او حوادث تعطل مصاعد وباشخاص محتجزين، اضافه الى حادث واحد غرق مركبه او علوق هذه المركبه في بركه المياه بمنطقه صباح السالم تم التعامل معه. يمكن قبل نصف ساعه من الان كان في هناك 30 بلاغ. فعلا الان بدات حركه البلاغات تزداد. يعني احنا الان نتمنى من الاخوه المواطنين والمقيمين يعني مراعاه اليوم عدم الذهاب في أي تجمع للمياه وذلك لسلامتهم، هذا أولا. الأمر الآخر، يمكن يعني قد يصاحب هذه البلاغات يعني عندما يكون هناك تماس كهربائي، انقطاع في التيار الكهربائي، نتمنى استخدام الوسائل الآمنة وعدم استخدام الشموع في حال انقطاع التيار الكهربائي للإضاءة، استخدام الوسائل الآمنة مثل المصابيح اليدوية التي تعمل بالبطارية أو أي وسيلة أخرى تكون آمنة وغير حرارية ولا تتسبب في حادث آخر. أيضا يمكن من خلال متابعة الأرصاد الجوية وكذلك ذروة البلاغات اللي يعني قاعده توصل بين فتره واخرى، هناك يعني احتماليه ان تزداد يعني الامطار، ممكن ان تزداد وتكون شديده. نتمنى ايضا في هذه الحاله عدم الخروج من المنزل الا للضروره القصوى، لان في هذا الامر يعني سلامه لهم، وايضا يكون في طبعا هناك بعض الارشادات اللي قاعد احنا نقدمها لهم نتمنى ان يتبعوها. انتهز اليوم فرصه تواجدك معنا كونك اليوم المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في هذه احيانا الظروف، وقد تشهد اليوم وقد نشاهد ان هناك تزايد لعدد الشائعات، وكيف الان نتعامل اليوم مع هذه الشائعات؟ كيف نستطيع دحض هذه الشائعات من خلال عملكم اليوم في هذا المجال؟ نعم، بالفعل احنا الان قاعدين نرصد اي يعني رسائل يتم تداولها من خلال موقع التواصل الاجتماعي، واذا كانت هذه الرسائل تشكل يعني خطورة على المجتمع نقوم بمحضها بالفور، وايضا يعني نبثها الى وسائل الاعلام المختلفه. لكن احنا اليوم نتمنى ايضا عدم تناقل مثل هذه الشائعات، لان هذه فيها ايضا خوف وهلع للجمهور. يمكن يعني قبل قليل كان في هناك شائعه بان هناك انهيار جزئي بالقرب من جسر التحكم او على طريق الشيخ زايد اللي هو دار الخامس. هذه يعني مثل هذه الشائعات قد ايضا تتسبب في زحمه مروريه، تتسبب ايضا في يعني الخوف والهلع، لان يعني هذه الشائعات غير دقيقه وغير يعني مجديه. احنا نتمنى دائما يعني في مثل هذه الامور وهذا الوقت بالذات متابعه الاعلام الرسمي. الاعلام الرسمي الان مثل ما قاعده تشوفين يعني متواجدين في جميع انحاء دوله الكويت، قاعدين ينقلون الحدث فاولا باول. الامر الاخر، ممكن اتباع المصادر الرسميه وحسابات الجهات الرسميه، كذلك هي مواكبه للتطورات وقاعده ايضا تبث اولا باول. هذا يعني اليوم يعني نتمنى من اخواننا المشاهدين اتباع هذه الحالات وعدم التهويل في الامور. احنا الان نمر حاله يعني عدم استقرار بالحاله الجويه. لله الحمد يعني جميع الجهات الحكوميه اتخذت يعني جهوزيتها بما فيها الاداره العامه للاطفاء. الاداره هي احد الجهات الفاعله في اللجنه التنسيقيه لطوارئ المياه والسيول. يوم امس يمكن كان لنا جولات تفقديه على بعض الاماكن التي تضررت في يعني الامطار السابقه، وكانت في محافظه الاحمدي، وهذه الجوله يعني كانت بحضور معالي وزير الاشغال العامه ووزير الدوله لشؤون البلديه، والحمد لله يعني ايضا تم الاطلاع على الجهوزيه، تم الاطلاع على معدات سحب المياه، هذه كلها ايضا حتى لا يكون في عندنا اغلاق لبعض الطرق اللي كانت موجوده مثل جسر المنقف او نفق المنقف، كان في اغلاق في السابق. الان يعني الان الجهوزيه والاستعدادات مكتمله تقريبا في جميع محافظات دولتنا الكويت. يعطيك الف عافيه. اذا شكرا لك السيد رضا محمد سلمان على هذه المعلومات القيمه.